الفلوسه قالوا كان يصير الفقراء قالوا كان يديروا وجه يديروا قالوا كان يحطوا سيارتهم في البنكة. فرح كنا نورمال الفرح متواضع يعني روحي خير ولا اللي صلبي فات 20 مليون 30 مليون عرش يسقام لك 120 140 واحد يدير ما على باليش انا نورمالمون يديروا لي بلا خفيف ظريفك على بالك يديروا شغل دي بلا تراديسيونال تاعنا دوك ولات شيعة ولات حاجة كبيرة قاطو يديروا دي بلا فيهم 8 حبات قاطو نحنايا نديروا على صدنا عندنا نديروا ما عندناش نديروا كي قد قد كل واحد كيفاش الظروف تاعو واحد يحب يدير كيما جارو واحد يحب يدير كيما مانيش عارف انا هو ما عندوش الاموال باش يقدر باش يدير فرح كيما هذا وراح يسلفهم غادي يولي في مشاكل كبار باش يزوج بنته مشكل يزوج وليده مشكل ها الله باش يزوج بنته لازم يكون عنده فرتونه فعلا الناس يكلفوا روحهم بزاف يعني فهمت والدين تاعنا يقول لك ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها الناس دوك تاع عادات طبيعه ثانيه ولا الإنسان مرات يسلف باش يروح يبارك للناس حسب التقاليد حسب الزمان بكري زمان كانت الناس تزوج وتعاون تقلت هذا لما لأن الناس راهي تكفي الذاتية ما يلحقوش يخدموا في الدار مرة ورجل وما يلحقوش معلوم أنا شفت ناس غير كيما داروا عرس ما عرضوش الغاشي بكري كانوا يعرضوا الغاشي أي الناس زوالي هكذا يحبي عند واحد مرفع تمدير في الدراهم حفلات توكا صعاب وغاليين نورمالمون بار برانسيب انسان يحوس يدير عرس يدير لوجيك انا نقول لك باختصار يعاودوا يولوا كما كانوا بكري بكري كما كانوا الحاجه بسيطه الافراح ما كانتش في لاصال ديفات كانت برا وكاين مثل اللي يقول عنده ولا تحسد هكذا بصح وشنو ما على باليش انا تعند في حاجه مليحه ماشي تعند باش تبدل تركيز أستاذ ليغاسي الكثير من الناس في المظاهر السلبية على بعض المظاهر الجديدة خاصة في الجوانب المادية والتفاخر بين الناس والتسابق في المظاهر أكثر من التركيز على المحتوى وفعلا هذه هي طبيعة الإنسان هي تقييم كل ما هو جديد وحتى إنسان ما اختار سلوكات جديدة لكن نستهلكها لا شعوريا لا إراديا يعني ما هيش قضية فقط الأعراس ولا الحفلات حتى في السلوكات اللباسية والمعيشية الغذائية هذا كل تغيير جذريا الناس تتأثر فيما بينها بشكل فعلا يعني للأسف نقولها ربما ما عندناش مقومات نفسية لنتفادى هذا الضغط السوقي الأجنبي اللي ظهر في بلادنا يعني ربما حتى من السلوكات اللباسية جوز مرة زوج في الفيترينة المرة الخامسة تشتري هذا هو المجتمع الاستهلاكي هذا هو المجتمع الاستهلاكي لهذا حتى ظهور بعض الحفلات واحد الوقت عندها واحد 3 سنين ولا 4 سنين قبل ما يعدلوها يعني قبل ما يديروا عليها تعديل قانوني كانت تلقات الحفلات موجودة في تقريبا كل 100 متر لهذا هذا يعني حتى الأسرة اللي معناش القدرة الشرائية ربما فكر في 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 قاعات الحفلات لكن حاليا فعلا نقص قاعات الحفلات لان فيها تعديل قانوني لهذا ربما الناس بدات تحس بالقدره الشرائيه ما يقدرش يدير الحفله في القاعه يعني فيها عوامل اخرى فيها عوامل اقتصاديه في العوامل الاقتصاديه استاذ بوشارب هناك عوامل اخرى في السلبيه تتعلق بالعلاقات الاجتماعيه لما لا يكون هناك وعي خاصة لما يتعلق الأمر بالأعراس خلال المناسبات الأخرى لكن تكلمنا عليها شوية منذ قليل حبيت نفصل فيها شوية لأن التقاء عائلات خاصة عائلات جديدة أو التقاء جيران أو التقاء ناس في المناسبة إذا لم يحسن تسيير هذا اللقاء سيؤدي فيما بعد إلى ما لا تحمد عقباه سيؤدي إلى خلافات أكبر ربما قال لو كان غير ما تلاقاوش أصلا يعني ستكون إشكاليات فيما بعد ربما تبقى مرتبطة بالناس وبالزوجين الجديدين وبالعائلات طول الحياة فيما بعد نعم هي في الحقيقة الأفراد كلما ما لم يحسنوا التدبير لهذا العرس تحدث لهم معاناة وهذه المعاناة سواء اجتماعية أو علائقية أو مادية بالنسبة للمعاناة العلائقية والاجتماعية هاد الأفراد رايحين في أغلب الأحيان يعني نشوف احنا في الأعراس تاعنا والحفلات تاعنا هناك يعني جانب اقتصاد مادي قوي جدا هناك